اهلا بحبايبنا طلاب الصيدله على قناه علم العقاقير، قناه فارماكوجنزي اند هيربال ميديسن. معاكم الدكتور مصطفى محمود حجازي في فيديو جديد من فيديوهات العقاقير. النهارده هنتكلم عن الكنابس هيرب او عشب القنب الهندي. طبعا احنا قلنا لما نيجي بنصنف النباتات بنصنفها اكوردنج للاكتيف كونستيتوينت، ده بيسهل عليا المذاكره وفي نفس الوقت افيد لي بكتير في الامتحان. فانا عندي الهيرب بتاعي هنا الميجور اكتيف كونستيتوانت، المادة الرئيسية عندي الريزن او الراتين. الكنابس او الحشيش، عشبة الكنابس او الانديان هيمب او الحشيش او الماريوانا او الماريجوانا او الكرس او تشرس او الجانجا، له اسامي كتير تبعا للبرودكت اللي طلع منه. تمام، بس في الاول والاخر تمام هما نفس، كلهم جايين من نفس النبات. ايه النبات بتاعنا اللي هنتكلم عن الاوريجين بتاعه؟ ده درايد اند فلاور، درايد فلاورنج اند فروتنج توبس، يبقى القمم الزهريه والايه والثمار. اوف كالتيفيتد، منزرع في ميل بلانتس مش الميل، لان الميل طبعا في بيطلع منه حاجات تانية. تمام كده، انما الفيميل ده اللي هو اللي موجود عندي في اللي احنا بنقول عليه اوفيشيال. تمام كده، لانه فيه اكتيف كونستيتوانت اعلى. اوف كنابس ساتايفا فرايتي انديكا فاميلي كنابينيسي، طبعا في كنابس ساتايفا فرايتي ساتايفا هيجي الكلام عنه، وانا مش محتاج انه دي معلومه اسرائيليه بس تهم من يهمك ان انت تعرفها، يعني ان يهمك ان تعرف ان الاكوردنج للفرايتي ممكن التاثير يختلف. ممكن يبقى في فرايتي ستيمولان منشطه تمام كده تصحصح، تمام كده، وفرايتي سيداتيف. والجماعه الضريبه دايما هتلاقي لو انت دخلت على النت وكتبت المقارنات دي هتلاقي في كاتبين لك هنا الساتايفا ده مش عارف ايه تاخده الصبحيه فاهمني يفوقك وينعنشك، ومش عارف ايه تاخده قبل النوم يخليك تبقى داخل في مود النوم، يعني بتاع الصبحيه ده تضرب لك منه جوب قبل ما تروح الجوب. تمام كده، كالتيفيتد طبعا هو بيتزرع طبعا في المناطق الحاره عشان يديني ريزن. طبعا احنا قلنا قبل كده في الانترودكشن في العقاقير لو انا زرعت الكنابس في منطقه برد زي اوروبا مش هيديني ريزن وهيديني نبات بيطلع فايبرز اكتر. طب ايه نسب الاكتيف كونستيتوانس عندي هنا؟ عندي هنا نسبته بتبقى 20% في الانديان كنابس اللي بيتزرع في الهند، 15% في المكسيكان، 6% طبعا ده نتيجه اختلاف درجه الحراره. تمام، ده السنوب دوج طبعا، يعني مش هنخش عليكم بايدينا فاضيه. تمام كده، داخل عليكم بكيسين ايه، بكيسين كنابس اهوت. سنوب دوج طبعا احنا عارفين مغني حشاش المعروف يعني. البرودكتس بقى طبعا ايه المنتجات؟ طبعا في برودكتس كتير بس اشهرهم ثلاثه هنتكلم عنهم. الجانجا اللي هي الانديان هيمب. تمام كده، لو احنا بصينا عندي على الايه ده الجانجا اللي هي اللي عليه السهم دوت، بيجوا ياخدوا اللي هي الايه الانفلوريسنس. تمام كده، بالليفز اللي عليها ويقصقصوا الليفز، يا دوبك يقصقصوا بس الاطراف كده. تمام كده، انفلوريسنس طبعا بتبقى وصلت للايه الفروتنج ستيج، فبياخدوا المنطقه الفوقانيه دهيا. تمام كده، بنقول على ريزنا ستوبس. تمام كده، ويعملوها على شكل كيكه، يضغطوها يقطعوها كده ويضغطوها على شكل كيكه ويعملوها رولينج بتوين هاندز يضغطوها. تمام، فتدي المنظر اللي احنا شايفينه دون اللي هو الجانجا. تاني منتج عندي يبقى لان انا عندي بعد كده الكرس او تشرس النطقين صح. تمام، بيبقى بنقول عليها الفلاورنج توبس، انما عندي هنا الريزينس توبس، يعني كله على بعضه. تمام، البانج تاني منتج، البانج دوت بييجوا ياخدوا فاهمني المنطقه اللي احنا بصينا هنا، احنا قلنا اهوت دي الانفلورسنس اهي. تمام، دي الفلاور الليفز عليها اهي، طبعا بيقصقصوا الكلام دوت بس الليفز بتبقى انكلودد موجوده معانا. تمام كده، مع الايه مع الفروتنج توبس. تمام، دي الليفز اهي، الليفز ده بييجوا ياخدوا اللارج ليفز ده هي والتويجز الفروع من الميل والفيميل بلانت. تمام، ويستعملوها في الهند او غيرها فاهمني في التدخين سموكينج مع التوباكو، يلفوها مع دخان او مع حاجات تانية اوبيوم داتورة حاجات زي كده، او بيطبخوها cooking prepared by mixing with melted butter، بيطبخوها مع الايه الزبدة السايحة. تمام، الكلام ده بيحصل في الهند
في محلات زي ما احنا شايفين مكتوب عليها البانك شوب. بانك شوب دوت بتبقى محلات مرخصة من الحكومة للكلام دوت، ان حتى كاتبين ايه فاهمني، government authorized bank shops. بانك ديت دي كلمة هندوستي هندية اللي احنا حرفناها بعد كده للبانجو. البانجو دوت اللي هو ايه، اللي هو الورق وبقية النبات فاهمني، اللي هو تحت الانفلورسنس، غير المنطقة اللي بيجي منها الايه الجانجا. تمام، تحت منطقة الجانجا كده اهوت. تمام، لو انا خدت المنطقة اللي هي الريزونس توبس، تمام، هلاقي الليفز تحت منها سواء كانت ميل او فيميل بلانت اسمها بانج، سواء كان للسموكينج او للكوكينج، من الميل او الفيميل. يبقى الليفز والتويجز من الميل والفيميل للسموكينج او الكوكينج. تمام كده. اه طبعا يعني سنوب دوج فاهمني اكيد ما دخلش عليكم ده الجوب اللي هو خده قبل ما يروح الجوب. تالت منتج، يبقى احنا عرفنا اول منتج عندي اللي هو الجانجا اللي هو ريزنا ستوبس. لما بعد كده عندي الايه البانج اللي هو الليفز والتويجز فاهمني، الليفز المنطقه التحتانيه كلها. لو احنا بصينا على النبات عامه هنلاقي عندي هون في الانفلوريسنس هين او بنقول عليها الفلاورنج توبس، تمام، في القمم الزهريه. تمام، القمم الزهريه دي تمام كده قلنا لو انا خدتها كلها بالليفز اللي فيها دي اسمها جانجا، لو انا خدت الليفز اللي تحت منها تمام كده دي اسمها بانج، لو انا خدت الريزن بس من الفلاورنج توبس دي ده اسمه كرس او تشرس، ده الكرود ريزن، ده الحشيش الخام اللي احنا شايفينه اللي هو الكره البني اللي قصادنا ده، الكره البني اللي قصادنا ده. هي بيعملوا ايه الناس دول؟ تمام، بيجوا على الايه، بيقوم جاي على الانفلورسنس شايل الليفز منها تمام كده اهوت، بيقوم جاي عامل رابنج للايه للفلاورنج توبس بتوين هاندز، بيقوم جاي فاهمني ايه، بيبقى بيبرمها كده ما بين ايديه. تمام، بحيث ان الريزن اصلا بيطلع على ايده اصلا، يعني الماده البني دي بيطلع على ايده من غير اي مجهود، من غير اكستراكشن ومن غير اي حاجه من الكلام ده. تمام، وبعدين في الاخر بيعمل بيتنج، ينفض ايده تمام كده على كلوزز او على كاربت تمام كده، او يعمل سكرابنج يكحت ايده كده اهوت. تمام، هو يجمع الايه الماده البني اللي اتجمعت على ايده اللي هي الايه زي ما احنا شايفين اللي هم مكورينها كده فاهم، اللي هي ماده الايه الريزن اللي هو الكرود ريزن ده. طبعا مش هو اللي بايه، مش هم اللي بيدخنوه بيتباع، ده الكرود ريزن لو حد شربه يموت فيه نسبة عالية جدا من الاكتيف كونستيتوانت، ما ينفعش، عشان كده بيضربوه فاهم بالايه، بيضربوه بالحنة وبيضربوه اللي هو الحشيش المغربي تمام كده، وبيضربوه بكيميكالز تمام زي ما احنا شفنا كده ايه في بعض الافلام. يعني كلام صح، يعني ده فيديو اهوت بيورينا اللي هو ازاي بيعملوا التشرس او الكرس اهوت. الراجل بيعمل رابنج فاهمني، بيشيل الليفز هي زي ما قلنا عشان ياخد الفلاورنج توبس، ياخد ايه اكتر كمية من الريزن موجودة عنده، بيعمل رابنج للايه للفلاورنج توبس بتوين ايه بين ايديه، بين ايديه الاتنين، هيفضل يعمل رابنج لفلاورنج توبس كتير. يعني احنا هنشوف الفيديو كله طبعا، يعني لو احنا بصينا نلاقي قمح طالع جنبنا، لان طبعا الايه الحشيش ده نبات شتوي يطلع في الشتاء. اه بيقول له هو بيقول ان انا ايه ان بعمل رابنج، رابنج للايه رابنج لل او طبعا ايديه اتملت تهيت. تمام، وبيعمل بقى بيتنج او بيعمل سكرابنج للايه تمام زي ما احنا شايفين خالص اهو، بتنزل كتل ايه الريزن اهي باينه خالص تمام كده. وبعدين بيكوروها وبعدين بيخفوها بحاجه تانية. الميكروسكوبيكال كاركتر بتاعت الايه بتاعت الكنابس، الستيم عندي بيبقى سلندريكال، بيبقى اسطواني بيل جرين تو لايت براون هولو، طبعا يعني احنا قلنا بيبقى لونه اخضر فاتح لبني تمام كده، بيبقى مفرغ، قلنا معظم الستيمز بتبقى كده. الليفز بتاعته طبعا معروفه وبتترسم على التيشيرتات وموجوده،
بالميتلي كومباوند، تبقى فاهمني زي ما احنا شايفين كده كومباوند بالميتلي، كل ليفلت بنقول عليها لينير لانسيوليت سريت، بتبقى من 5 لـ 7، 5 لـ 7 ليفلت ولينير لانسيوليت. الانفلوريسنس عندي هنا سيموس بانيكل. الفروتس تبقى اندهيسنت افويد، لو احنا شايفين الصوره اللي على الايه الشمال من تحت دي صوره الفروتس اهي اندهيسنت افويد، تمام كده ان هي غير متفتحه. يونيلوكولر فيها، يونيلوكولر فيها سنجل اويلي سيد، حته اويلي دي نحط تحت منها 1000 خط. السيدز عندي بتبقى سمول وافويد، بتبقى زي ما احنا شايفينها كده صغيره وبيضاويه. الميكروسكوبيكال كاركتر، ما حدش بيطلب التي اس بتاع الكنابس، بس هو يعني هو التي اس سواء كان في الستيم او في الليفز يعني ما حدش بيدور فيه غير على ايه، غير على حاجتين، الشاجي هير اللي احنا شايفينها قصادنا دهيت، او السيستوليس هير اللي موجوده في التي اس بتاع الستيم، والستيم برضك ستيم ريجولار خالص تمام كده، ما الطبقات العاديه اللي احنا شرحناها قبل كده اللي سمع معانا فيديوهات الهربه، مش هنعيد الكلام ده تاني تمام. يهم ان اشوف ادي السيستوليس هير تمام كده، سيست اللي هي جايه من حويصله، الليس اللي هي حجريه بيبقى فيها كالسيوم كربونيت، كالسيوم كربونيت من تحت كتله من الكالسيوم كربونيت تمام كده، اسمها السيستوليس هير. والشاجي هير اللي احنا عارفينها المميزه لنبات الكنابس. البودر ده كنابس بيبقى طبعا اللون بتاعه كلر دارك جرين، لونه غامق. ناركوتيك الاودر بتاعته ناركوتيك كاركترستيك، بتبقى له ريحته بتدوخ سنه لو اللي بيشمه مش متعود تمام كده. التيست طبعا حاجه مميزه جدا، فاهمني لما اجي اقول نو تيست، مالوش تيست مميز عشان ايه، مالوش طعم، على خلاف المتوقع يعني، ان انا متوقع ان الكنابس يبقى له حاجه، وده بيبقى مصدر سؤال في الامتحان. مايكروسكوبيكال كاركترز عندي الشاجي هير طبعا، دي لما اجي اوصفها طبعا مهمه جدا ان انا اوصفها، بقول جلاندولار ترايكومز او جلاندولار هير شوينج مالتي سيلولار هيد، والهيد بتاعتها بتبقى من 8 ل 16 radiating club shape cells and وبيبقى ليها multicellular يعني باليوريسريت اكتر من صف صفوف كتير ستوك، يعني الهيد عندي بتبقى من 8 ل 16 الجلاند تمام كده، والستوك عندي بتبقى باليوريسريت. يعني انا لو قلت ان هي جلاندولار هير من 8 ل 16 سيل في الهيد تمام كده، ومالتي سيلولار باليوري سيريت ستوك، ده كفايه خالص. تاني حاجه عندي كلاستر كريستال اوف كالسيوم اوكساليت. تالت حاجه السيستوليس هير طبعا، بس المين دايجنوستيك اليمنت عندي الحاجات اللي انا اشوفها واقول ان ده كنابس الشاجي هير والسيستوليس هير، فيها كالسيوم كربونيت لما اجي اقول لك بعد كده احط عليها هيدروكلوريك اسيد، لو انا عندي حبه باودر كنابس وحطيت عليهم حبه هيدروكلوريك اسيد على الشريحه بتاعتي، هلاقي في ايفارفيسنس واضح عندي تحت الايه الشريحه، ده نتيجه وجود نسبه كبيره من الكالسيوم كربونيت، ده من ضمن التستات اللي انا بحتاجها في منه اللي انا بتعرف بيه على نبات الكنابس نبات الحشيش. في عندي طبعا زي ما احنا شايفين اهو بيبقى البابلوزد ستيجما، انا معظمه انفلوريسنس اذا كان الحشيش كويس يعني مش بانجو يعني. اللاتي سيفرس فيسلز يبقى انا عندي 5 كي إليمنت، المين دايجنوستيك إليمنت فيهم أو الحاجات المميزة أوي الشاجي هير والسيستوليس هير. الأكتف كونستيتوانت عندي هنا من 15 لـ 20% ريزن، دي المادة الفعالة. الميجور المادة المسؤولة عن الإيفوريا اللي هي حالة الدماغ أو بنقول عليها إيفوريك برنسبل اللي هي الدلتا 9، دلتا دي مكان الدبل بوم، تترا هيدرو كانابينول، الدلتا 9 THC تمام كده. في عندي فينوليك كانابينويدز تانية بنقول عليها اللي هي varying euphoric activity، ممكن يبقى تسبب euphoria بشكل يعني مش كلهم بنفس التأثير، هيبقى عندي ناخد منهم 2 الكانابينول والكانابينال. عندي نيتروجينوس بيزز الكولين والترايجونيلين، ترايجونيلين الكالويد طبعا والكولين عارفين نيتروجينوس بيز. عندي تريسز من الفولاتايل اويل، عندي اوكسيديز انزيم تمام. اوكسيديز انزيم دوت موجود في قلب النبات، النبات ده عشان كده هنقرا الجمله which appears to oxidize the cannabinoid
causing gradual deterioration of the drug. طبعا انا بتكلم هنا كدرج لان انا بدرس لناس المفروض ان هم يبقوا صيادله، فاهمين؟ بس احنا نستفاد ايه؟ ان انا لو ركنته الاكتيف كونستيتوانت بتاعها هيبوظ، والناس الحشاشه اكيد يعني برضك عندهم خلفيه بيه ان هو كل ما يستعمل افضل له انه يجيب حاجه طازه، لان المركون هيبقى الاكتيف كونستيتوانت الماده اللي بتعمل له دماغ قليله. يبقى وجود الاكسيديز انزيم تمام بيسبب ديتيريوريشن الكانابينويد، فبالتالي المفروض يكون عندي الدراج لو انا عايز استعمل يعني جاي لي مثلا. طبعا يعني مش هو غالبا في مصر مش بيتصنع، فاهم؟ بتترا هيدرو كانابينول موجود في بعض الدول في منتجات، لو احنا فتحنا المارتن ديل هنلاقي التترا هيدرو كانابينول موجود، له استعمالات وله استعمالات مهمه جدا تمام كده هنقول عليها دلوقتي. فهو له اهميه بالنسبه لهم، انما هو بالنسبه لنا هنا دي معلومه اسرائيليه ليك، فاهم؟ بس برضه تبقى عارفها. يبقى ايه؟ ما نشربش حاجه بعيد. الاكشن اند يوزز، الاكشن اند يوزز تترا هيدرو كانابينول بيستعملوه كناركوتيك انالجيسيك، كمسكن، وفي نفس الوقت هو بيسبب الادمان، فعشان كده قلنا ناركوتيك انالجيسيك. ولو باورفول انتي ايميتيك، مضاد للقيء، بيستعملوه الناس اللي هي مريض بتاخد كيماوي، والانوروكسيا اللي هي فاتح للشهيه، فاهم؟ في حاله الناس اللي هي عندها انسداد للشهيه خاصه مرضى الايدز، بيستعمل للمالتيبل سكلوروز، ده مرض عضال تمام كده بينتج عن مشاكل في الجهاز العصبي وبيسبب الاعراض اللي احنا شايفينها كلها دي، مش مجالنا ان احنا نتكلم فيها بس هي قصادنا. لو احنا بصينا هنلاقي عندنا ثلاث استعمالات موجودين في الطب الشعبي. ده التترا هيدرو كانابينول استعمالات الواقعيه اللي موجوده من الماده الفعاله لوحدها، انما العشب نفسه الهرب هتلاقي في كتب العقائد ان هو السيريبرال ستيمولانت منشط للجهاز العصبي وسيداتيف، والاثنين عكس بعض. هل الكلام ده يمشي؟ اه يمشي اكوردنج للفرايتي، الفرايتي اللي جه منها. لو هو هي ستيمولانت هيبقى ستيمولانت، لو هي سيداتيف يعني اندوس للسليبنج تمام هيبقى سيداتيف تمام. في حاله الميجرين والنيورالجيا اللي هي الم الاعصاب والهستيريا، هو ممكن له تاثير برضك انتي سبازموديك في حاله السمر دايريا كرامبس اللي هي الماس اللي بيجي من السمر دايريا، والسبازموديك كف التقلصات اللي بتنتج من الكحه. ولو احنا بصينا عندنا هنا هنلاقي كانوا بيستعملوه زمان، الكلام ده استعمال واقعي في حاله الايه، في حاله الكحه والسبازم اللي بينتج منها تمام، تنتج عن الكحه دهيا تمام. ولغايه التسعينات قبل ما يجرم في مصر كان جماعه السودانيين بيحطوه في خلطات الكحه اللي بتتباع في الشارع تمام كده. كانوا اللي هي في الاكياس اللي هي بيقول لك دي علاج للكحه، ده علاج مش عارف الناس اللي هم العشابين دول. دي استعمالات الاكتيف كونستيتوانت لوحديها، دي الاستعمالات بتاعت الهرب على بعضه. ناحيه الادمان بقى وناحيه الناس اللي بتاخده عشان الدماغ او الاوفوريا تمام كده، كنابس بيأثر على الجهاز العصبي، ما دام معمل ايفوريا يبقى اكيد أثر على السنترال نيرفس سيستم السي ان اس، بيأثر على الهاير سايكيك سنتر فيعمل منتال اكسايتمنت اثاره اند اكسهاليريشن اللي هو ابتهاج او شعور بالنشوه كده والايه والسعاده غير المبرره تمام كده، ده اللي احنا بنقول عليه الايفوريا تمام كده تمام. لو اللي بياخد طبعا يعني ايفوريا دي بتبقى بره طبعا يعني بره ما بتبقاش يعني عليها، فاهم؟ خد بالك انت عنده عامل دماغ بس مش ايه، مش في وعيه تمام كده، يعني حاسس ان هو بيضحك بدون سبب، مبسوط بدون سبب تمام كده. لو زادت الجرعه بقى هيضحك ويبقى مبسوط بس هيشوف حاجات ويسمع حاجات، اسمها هيحصل له هلوسينيشن تمام كده تمام. يبقى الجرعات اللي هي جرعات بتعمل ايفوريا منه، لو انا زودتها لو الجرعات زادت هتعمل حاجه اسمها هلوسينيشن. الايفوريا والهلوسينيشن هما الاثنين حاله من حالات الدماغ، بس هنا انا بضحك بدون سبب اللي هي في حاله الايفوريا تمام كده، وفي حاله الهلوسينيشن عشان نسهل على نفسنا بسمع وبشوف حاجات ما بتحصلش وبضحك برضه. فالايفوريا انا بضحك بدون سبب، والهلوسينيشن بضحك عشان فاكر ان في حد بيزغزغني تمام يا ولاد تمام. زي ما احنا شايفين اهي دي حاله هلوسينيشن اهي، شوف حاجات مش موجوده.
تيست اوف ايدنتيتي اند بيورتي. طبعا احنا قلنا بنحط فين مع الباودر، بنحط له هيدروكلوريك اسيد هيديني ايفرفيسنس نتيجه تحت على الشريحه نتيجه وجود الايه الكالسيوم كربونيت اللي عندي. تمام، عندي تيست اسمه البيمز تيست. لو احنا بصينا على كلمه بيم دي، انا استعملت اتنين سولفنت، استعملت بتروليوم ايثر بنزين تمام، واستعملت امايل الكول. لو انا لو انا اعتبرت ان البي بي اي هي جايه من بنزين و اي ام جايه من امايل، فانا هبقى سهل على نفسي عرفت ايه اتنين سولفنت اللي انا استعملتهم. يبقى بحط على الباودر كنابس بتروليوم ايثر بنزين تمام كده، وبعدين اعمل شيكنج واخد الفلتر تمام، واحط عليه صوديوم هيدروكسيد، وبعدين احط امايل الكول، هيديني فايلوت ريد بدرجاته، يعني فايلوت بينك فايلوت ريد ديب فايلوت ريد كلر، طبعا الاكتيف كونستيتوانت الموجوده وتركيزها. والتست ده بيعرفوا بيه كميه الاكتيف كونستيتوانت الموجوده عندي قد ايه. تمام، يبقى هي فايلوت بينك فايلوت ريد ديب فايلوت ريد كلها درجات اكوردنج زي ما احنا شايفين التست قصادنا اهو. لو احنا بصينا على المالتي بانل دراج ابيوز يورين تيست دوت اللي هو الايمت تيست تمام دوت، ده اللي بيختبروا بيه اللي هو التي اتش سي وجود التترا هيدرو كانابينول اللي هي الماده الاكتيف كونستيتوانت الموجوده في الحشيش تمام، يختبروا بيه الناس اللي هي المدمنه يعني. عندي تيست تاني اسمه موديفايد بيمز تيست او الفهمي اند القيعي تيست، بجيب انا الايثانوليك اكستراكت درايد وبحطه على ساند تمام كده، وبعدين بعد كده بعد ما اخلطه بالساند كويس بعمل اكستراكشن للساند دوت ببتروليوم ايثر، وبعدين انقل البتروليوم ايثر دوت في سيبريتنج فانل، واعمل ووشنج للبتروليوم ايثر 5% صوديوم كربونيت 5% سلفوريك اسيد وبعدين ميه، وبعدين اعمل ديكالرايز بالشاركول تمام كده، وبعدين اخد الاكستراكت عندي اللي هيبقى عندي فوق تمام الاورجانيك سولفنت بتاعي تمام، واحط عليه ان على 10 الكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد هيديني بيربل كلر. زيت الحشيش، احنا بنشوف زيت الحشيش عند العطارين تمام كده، وناس بيقول لك زيت الحشيش دي حاجه ريكريشنال تمام كده عشان الانبساط، دي درجه اقل من الاوفوريا تمام كده. هل زيت الحشيش بيقولوا ان هو بيستعمل للشعر وبيطول الشعر وينعمه تمام؟ طب هل انا هطول شعري بحاجه فاهمني تعمل لي افوريا وتعمل لي دماغ وحاجات زي كده؟ هل الكلام ده صح؟ له تاثير مخدر زيت الحشيش اللي عند العطار تمام، ولا هل هو خطر؟ انا متلخبط. دي حاجه كده اساينمنت بنقولها فاهمني في اخر المحاضره عشان نبقى عارفين ان ممكن يكون اكوردنج للمكان اللي انا خدت منه الاويل تمام يختلف الاكتيف كونستيتوانت، فبالتالي يبقى عندي زيت حشيش ممكن استعمله للشعر وزيت حشيش ممكن استعمله للريكرييشن. دي حاجه تدوروا عليها انتوا. طبعا هتنصح الناس اللي بيحششوا قول له فاهمني طول ما انت بتحشش كده هو تمام كده، بعد ما كنت بتلف السيجاره الحشيش هو اللي هيلفك بعد كده تمام، هتبقى عبد له مش هتعرف تتخلص منه. شكرا ليكم كتير.